السلام عليكم شباب، كيف الحال والأحوال؟ في يعني مؤامرات يقول لك إنه في ناس بيقلل الكثافة السكانية منهم، يعني بدأوا ينشروا الشذوذ ومدري وهذه الأشياء. أنا ما أدري هي صح ولا لا، بس أنا أشوف هذا الكلام ما أعرف عنه. لكن هذول الناس يعني زي مثلا ما يفكروا يزرعوا الأرض، في أراضي كثير فاضية يمديهم يعني تتعبى فيها أشياء، يعني ما يشوفوا إنه الحيوانات اللي ترعى زي الدجاج والأغنام وهذا عددها يزيد ما يقل، والحيوانات اللي المفترسة وهذا انقرضت زي الديناصور وبعض أنواع الأسود والنمور. يعني في أشياء فيها يعني في حكمة ما هم شايفين. يعني لسه الأرض كبيرة وفي أشياء كثير مدينا نسويها فيها ما وصلنا لها لسه. يعني لو عدد الحيوان كان ثابت زي ما هو عددنا يزيد، كان مدى الدجاج وهذا انقرض. ففي يعني أشياء قاعدة تصير يعني لصالحنا كثير، في رحمة قاعدة تصير. يعني يحسبوا إن المصادر بتخلص وهي ما حتروح ولا مكان، قاعدة تزيد. يلا سلام. يعني مو بس على ذلك، أنا أشوف هرجة ارتفاع الأسعار لمصادر متشددة زي النبات وزي هذا والحيوان غير مبرر، ما لها داعي.